قرا كتلقاه واحد أه واحد أه الحرف أه ويتبع ثلاث أحرف دائما كيكتبوه ملي كتقراو يعني هذيك تاع التعليب على العلب تقراو يعني المكونات ثم المضاف أه 315 أو أه 300 أو أه 400 أه معنى أوروبيان هذيك أه معنى أوروبيان يعني القانون الأوروبي ليس القانون الأمريكي وهذه الأشياء يعني حتى أمريكا تتعامل بها لكن أورو أه تعني أوروبيان يعني القانون الأوروبيين بما أن صادقت عليه هذه اللجنة الأوروبية وهذا أه يعني كل المواد اللي كتشريوها ما تخلعوش يعني فما كاينش مادة سليمة من أه وكاين هذا المكتوب بالأحمر سرطان محقق وأول مادة الآن يعني البيكنج باور يعني هذه ما عندناش احنا في المغرب واحد مسحوق الله أعلم كاين هذا وصل إلى المغرب مسحوق أبيض كي يضاف إلى الخبز وكي يديروا به العيالات الكيكة وبعض الأشياء هكا يضاف فأظن أن المخبزات ما فيهمش هذا المسحوق لكن في أوروبا نعم مخبز هذا المسحوق يستعمل للخبز ثم يعني لكانت أبسط مادة يا عباد الله أبسط مادة هي الخبز فيها الآن لائحة ديال هذه المكونات هذا الخبز فيه مكونات ومن جملتهم 282 سرطاني هذا الخبز يعني مازال ما وصلناش الأخطار الأخرى اللي غنلقاو فيها 4 و 5 إلى شوينغوم الشوينغوم هي العلكة يعني كنسموها حنا المسكة بالكلام ديالنا شحال من مكون سرطاني 8 مكونات سرطانية في هذه العلكة 8 مكونات سرطانية فإذا مضغت أنايا الوزن ديالي يعني 70 كيلو ربما هذه المكونات يعني على اين المفعول ديالها ما غاديش يكون قبل 10 او 15 سنه لكن طفل صغير طفل صغير لما يمضغ هذه العلكه كل يوم فيعني مفعول سرطان او سرعه السرطان ستكون من طبيعه الحال في سنتين او ثلاث سنوات ومن الناس من يقول لو كانت الامور كما تقول استاذ فايد لكان كل الناس فيهم سرطان فقلت نعم لان الانسان هذا الانسان ديالنا العربي انسان عن يعني جسم ديالو قوي جدا ليس كالانسان الاوروبي قوي ومع ذلك هذا السرطان فهو ينتظر 30 سنه او 35 او 40 فالان كتشوفوا بان السرطان العمر بدا كيهبط كان تيظهر عند 65 سنه 60 55 50 40 45 الان شفتوا شنو الاعمار اللي ظهر عندهم السرطان الان السرطان وصل 38 سنه وهذا السرطان غادي يمشي يبقى ينزل حتى يوصل 6 سنوات 5 6 سنوات الان في الرباط عندنا دابا في المستشفى في السويسي كاين اطفال عندهم سرطان في العمر ديال 6 سنوات كاينين اطفال عندهم سرطان 6 سنوات وانا كنعرف طفل حتى من العائله ديالي مات بسرطان في عمر الرابعه سن الرابعه مات بسرطان فهذا هذه الامور نسبيه امور نسبيه تمشي لكن هذا الخطر من الاحسن اذا تمكنا من تفاديه فيكون احسن ثم القهوه او كافي كريم هذه القهوه اللي كتخاد في القهوه نتبعوا الكورن فليكس يعني فيه لائحه كذلك فيه مكون سرطاني ثم الفيزي درينك هذا ما عندناش كاين في دول اوروبيه وكاين في الهند ثم الانفنت فود هذه الاكل ديال الاطفال تا هو فيه 300 حتى 508 كذلك فيه ثلاثه المكونات محافظه السكروز لاكتوز كالسيوم باتون هذه اشياء طورين والفيتامينات بطبيعه الحال لان الالفاظ يجب ان يضاف تضاف اليهم هذه الاشياء فهذه اشياء للاطفال لائحه طويله الكيتشوب فيه جوج مكونات سرطانيه المارغرين فيها لائحه ثلاثه خمسه خمس مكونات النكتار حتى النكتار هذا المشروب اللي كتشربوه حتى هو فيه الأه يعني ماشي غير بالاحمر اللي خطر حتى الاخر خطر يعني اي مضاف هو خطر لكن هذا اللي معمول بالاحمر يعني ظهر مفعوله يعني نتائج بينت على انه سرطاني وهذيك يعني اللجنه الاوروبيه يعني اعترفت به وصادقت على انه سرطاني ثم البودين ما كان يعني مازال ما كنصايبوش البودين بزاف ولكن بعض الناس كيديروا البودين في مدينه الدار البيضاء والرباط الناس بزاف ولاو كيديروا البودين في ثلاث مكونات سرطانيه يعني حتى ان شاء الله هذا البودين لكان فيه ثلاث مكونات سرطانيه البغرير يكون احسن منه يعني ما شاء الله يعني ما عرفش حتى المذاق ديال البغريره ديال البودين ما نظنش ان الناس غادي يفضلوه كثير ولا حتى المذاق ديال المغاربه ما غاديش يكون مذاق ديال البودين ولكن هادو يعني البريطانيين والاوروبيين على الخصوص هاد البودين عندهم يعني وجبه عاديه جد عاديه ثم الملح كذلك يعني البوتاسيوم يودايد دابا الملح في المغرب حتى هي اضيف عليها اليود ماده اليود ولكن ما هو خطير وفي اطار جمعيه حمايه المستهلك هو ان هذا القانون الان ديال المضافات الغذائيه يجب ان يحترم اولا اختيار المستهلك فاذا تسلط على المستهلك فهذا القانون يكون قاهر وربما عليه
ما خصوش تقبل لأن روح القانون ما خصوش يكون فيه. فلهذا القانون الذي يسمح ماشي يرغم وإنما يسمح أو يوصي بإضافة اليود، ويجب أن لا يمنع في نفس الوقت الملح بدون يود. ولكن الخروقات الآن، الخروقات الآن ديال لا ريبرسيون لي فرود وديال بيروديجيان ديال لا سانتي، هما أنهم يرغمون على أصحاب الدكاكين أن لا يبيعوا ملح بدون يود. ولا صالت زيد هذه سوب لابليت، يعني جوج مكونات ولكن سوب يعني ما تعنيش سوب ديالنا. يعني عندهم بوتاج، عندهم واحد حاجة يعني تباع مجففة في يعني أكياس يضاف إليها الماء وتشرب، فيها مكونات حافظة. كانت واحد الوقت ظهرت في المغرب ولكن الناس ما كانت ظهرت ولكن الناس ما استهلكوهاش. وهذه الحمد لله أن المستهلك عندنا في بعض الأحيان ما شاء الله المستهلك يدافع عن نفسه يعني بدون أي. فهذه هي الأشياء التي الآن نراهن عليها، نراهن على المجتمع المدني. المجتمع المدني يجب أن يكون يقوم هو بالدفاع عن نفسه. ثم تركيش دايلر هذه ما عندناش، يعني حتى الأسماك الآن تضاف إليها بعد المكونات الكيماوية. ثم الويبد كريم وتركيش ديلايت ما كينيش في المغرب. يعني هذه أشياء أخذت من الأنترنت فعممنا، يعني اللائحة كلها يعني متكاملة، ولكن ربما تدخل هذه الأشياء، ليست لما لا توجد الآن في الأسواق المغربية، لكن ربما تدخل في وقت لاحق أو يعني من بعد أسبوعين أو من بعد سنة أو ثلاثة أشهر ممكن تدخل للسوق المغربية. فهذا الملوثات الكيماوية، والله لقد أطلت الحديث يعني سنمر بسرعة. هذه الملوثات الكيماوية كذلك طويلة وما أكثرها. هذه الأشياء لماذا وضعت هذا العنوان؟ لأن أشياء منشورة رسميا تجدوها على شبكة الانترنت، وكما قلت فأنتم لا لستم محتاجين لفيد ولا لغيره باش يتكلم لكم هذه الأشياء. والآن بعض الأشياء يعني هذه ملخص ما نشر، وهذه الورد هيلث أورغانيزيشن الـ OMS هذه منظمة الصحة العالمية هي التي سهرت على هذه الأشياء.